الساعة 43 دقيقة على مجلة اللي على الوطن التونسية، مازلنا في ساعتنا الأولى من الصباح التونسي. مرحبا بكم الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا وتتابعوا فينا. احنا مكملين معكم على الفقرات نتاعنا، رجعنا مع فقرة الاستهلاك. اليوم حابين نتحدثوا شوية على مادة نستهلكوها برشا برشا احنا توينسا، وما تحليش الطاولة إلا ما تبدأ فيها الصلصة البيضاء المعروفة بالمايونيز. حابين نحكيوا على المايونيز، زعما عندها قيمة غذائية ولا لا؟ شنو المخاطر تنجم تصير إذا كان نستعمل إذا كان كثرنا من استعمال المايونيز؟ كل التفاصيل ناخذوها مع وائل بن جمعة، مختص في جودة الصناعات الغذائية، معنا تو على الخط. صباح النور وائل. صباح النور منى، مرحبا بك. مرحبا وائل. اخترنا نتحدثوا على المايونيز، احنا اول صيف تحدثنا على البيضة ذي نستهلكوها برشا، وخاصة مع حرارة الطقس في سما تفسد ربما المكونات نتاعها، خاطر فسرنا معناها العظم والكل في سما معناها ما يفسدوا. حابين نرجعوا نحكيوا على المايونيز، نحبوا نعرفوا ساعة التركيبه نتاعها المكونات، ونحكيوا حتى على المايونيز المعلب عن المصنع اللي قاعدين يبيعوا فيه نفس التركيبه المكونات هما بيدهم كي نستعملوه في الدار، ولا فما مضافات اخرى تتزيد؟ بالضبط كما قلت انت منى، توا الفتره هذه نبداو نرجعوا نستهلكوا في 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 ماده المايونيز حتى في الفصل الصيف، واكثر الوقت يتم استهلاكهم في المطاعم اللي فاست فود، واغلبيتهم معناتها في الريستورون يحطوا اوتوماتيكمون ديما في الصحن مايونيز، ولا توا شويه دونك موجوده التوندونس مع السوسالاي اللي بالثوم ولا بالكاتشب. السوسالاي زاد ساعات مش بالحق فيها ثوم، جوست القوم تاع الثوم. وفي المنازل زاد كيف كيف، في المنزل نستعملوها في مع السلايت، ساعات مع الفريت الصغيرات ولا شيبس. وكما قلت انت المكونات نتاعها معناتها نحكيو عليهم شويه. المايونيز فيها مواصفات تونسيه في الموجودين في النورم تونيزيان، الان سي 92.5. هذا يتم تعريف المايونيز على انها معناتها صوص دو كونديمونتير، دو كونديمون معناتها صلصه بهارات، تحصلوا عليها بمزج الزيت والخل مع الاصفر تاع بيض نتاع الدجاج. معناتها كي نحبوا نشوفوا شنو هي المكونات الاساسيه اللي نجموا نعملوا بها مايونيز، القهوه اساسيا الزيت والخل والعظم، هذوما المكونات الاساسيه، ونزيدوها الملح والنكهه. برشا يحطوا الخرد اللي هو المتاح، يقول لك ساعات راه ما تنجمش تكون مايونيز من غير متاح، دونك هذيك هي توا الاساسيه. في الصناعات الغذائيه كما سالت انت تشبه العمليه الموجوده هذه كما نستعملوا في المنزل، اما ثم اكثر امانا في التعامل مع العظم اللي هو معناتها تتم عمليه البثره نتاعو ولا باستوريزاسيون باش نتفاداو البكتيريا السالمونيلا. اما من شيره اخرى يصير زياده العديد من المضافات الغذائيه باش نحكيو عليهم. وكيفاش يصير دونك في 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 المصنع؟ ناخذ مثلا الشركه التونسيه دونك، وهنا بون في تونس كي نحكيو ما عندناش برشا شركات اللي تنتج المنتوج هذا المايونيز، معناتها سته ولا سبعه في اقصى تقدير، ما يفوتوش العشره، والكبار معناتها زوز ولا ثلاثه. وهذا دونك معنا زاد برشا ماركات عالميه نلقاهم في المراكز التجاريه. وناخذ مثلا دونك تركيبه نتاع مايونيز تونسيه، نلقاو فيها زيت نباتي من نوعيه عباد الشمس، التورنسول، ويل دو تورنسول، دونك نلقاو فيها ماء، نلقاو فيها خل، نلقاو فيها اصفر نتاع العظام، نلقاو فيها المتاغ الخردل، نلقاو فيها الملح وسكر ومضافات غذائيه. باهي، هنا باش ناخذوا عن المضافات الغذائيه، اش فيهم المضافات الغذائيه؟ اش فيهم؟ الاو 1422 اللي هو لادي بات دو ديميدون اسيتيل، اللي هو نوع من اللاميدون موديفي نحكيو عليه. باهي، الاو 202 هو سربات دو بوتاسيوم، الاو 330 اللي هو الاسيد سيتريك، الاو 385 اللي هو الانتي اوكسيدون، والاو 415 اللي هو الكومبتنتان. معناتها المضافات الغذائيه يجيو اكثر هنا من العناصر الاساسيه للمايونيز. فهمتك. معناتها اللي هو من بعد نحكيو عليهم تو شوي بشوي، معناتها شنو هما هذوما فيهم مخاطر معناها على الصحه ذيك؟ فاهم باش نحكيو عليهم بالضبط. في القيمه الغذائيه نتاعهم كما سالت انت دونك، لما ناخذوا الاحكار نتاعنا مغرفه، احنا جينيرالمون نحطوا مغرفه، ثم شكون ساعات يحط مغرفتين معناتها في الريستورون ولا في لي فاست فود. المغرفه الكبيره نتاع المايونيز فيها قرابه 100 سعره حراريه 100 كالوري، هي تسمى برشا اللي تتقدر مثلا ب 5% من السعرات الحراريه الموصى بها يوميا في مغرفه واحده. معناتها انت تحط مغرفه دونك 5%
السعرات الحراريه اللي لازمك انت تستهلكها في النهار. واللي نجم هذا يعمل زياده في الوزن خاصه الاشخاص اللي يستهلكوا يوميا المايونيز. الدهون هي فيها بيسكو مصنوعه من الزيت دونك فيها كميه كبيره تحت معناتها المغرفه تحتوي على 10 غرامات من الدهون الكليه وهي اكثر من 15% من الكميه الموصى بها يوميا. معناتها انت في الدهون كي تحط مغرفه خذيت غرضك في 15% لليوم نتاع الدهنيات. احنا راهو ما ننساش ناكلوا حاجات اخرين معاها مع المايونيز صحيح مع بالضبط والفريت والفطور الصباح والعشاء كل شيء دونك 15% تسمى كميه كبيره وهذيا معناتها كي نكثروا منها تنجم تعمل الدهون هذيا معناتها تنجم تاثر شويه على القلب. الكوليسترول المغرفه تحتوي على 5 ملغرامات من الكوليسترول ما يعادل 2% من الكميه الموصى بها يوميا. وتناول دونك توجي المايونيز يوميا وبطريقه مفرطه ينجم يؤدي الى دونك انسداد في الشرايين ومشاكل صحيه على القلب على خاطر وما ننساوش هذا دونك الكميه نتاع الملح ولا المضافات الغذائيه اللي موجوده اللي صراحه معناتها كان عندنا شويه وقت ونحكيو عليهم بعد. المشكل الوقت معناش برشا وائل نخدموا شو نصائح معناتها في الاخير نقولوا عدم استهلاك المفرط المايونيز مش مشكل معناتها مش معناتها لازمنا ناكله كل يوم على خاطر احنا اوتوماتيكمون اللي يفطر برا ياخذ في ساندويتش ولا ياكل في ريستورون يحطوا له ديجا مايونيز. هنا بون ما بين الاستهلاك في المنزل ولا شو نقولوا كي تعمل مايونيز في الدار اقصى تقدير معناتها ماذا بيك ناكلوها اليوم نعملوها توا ناكلوها توا واللي يفضل نطيشوه واقصى تقدير 24 ساعه وتبدا اوتوماتيك ونحطوها طول في الفريجيدير. وننصحوا هنا عدم استعمال مفرط معناتها في ماده المايونيز اللي حكينا على الاخطار اللي والمضار تنجم تعملها لواحد يستهلك برشا وهنا بالعكس معناتها ماذا بينا نستهلكوا مواد مصنعه اكثر من مواد معناتها على خاطر تحفظ اكثر البرودوي. معناها كي ناخذوا المايونيز المعلب ولا المصنعه يظل افضل من اللي نعملوه في الدار نصنعوه في الدار. افضل كي يتم برشا استهلاك نتاعو اما في القيمه الغذائيه او ماذا بينا معناتها في المشاكل معناتها يبان الديري هو افضل في القيمه الغذائيه. كي بالضبط وكي كي نعملوا في نهارتها اما في الاخطار تولي المعلب خير. باش نبعدوا على الاخطار التسمم الغذائي. يعطيك الصحه وائل شكرا ليك معلومات مهمه برشا. يعطيك الصحة وائل بن جمعة مختص في جودة الصناعات الغذائية تحدثنا اليوم على مادة المايونيز. نجموا ترجعوا تعاودوا وتتفرجوا في الفيديو وتتابعوه مليح مليح على صفحة الفيسبوك إذاعة الوطنية التونسية. احنا كالعادة نقطة كوفيد كل مرة نختاروا أي موضوع أكيد في علاقة بالكورونا. اليوم حابين نعاودوا ونذكروا بأهم الإجراءات عملية دفن المتوفين بالفيروس هذايا مع سي سمير ورغمي مدير إدارة حفظ صحة الوسط والمحيط معنا توا على الخط. صباح النور سي سمير. صباح الخير أخت منى. مرحبا بك. شكرا لمستمعي إذاعة الوطنية. مرحبا سامحنا خلينا نستنى برشا. ما يسالش.